من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة وإليكم أبرز عناوينها. الرئيس متوافقون مع الصين في جميع القضايا. الرئيس الصيني استثمارات ب 2.5 مليار دولار في قناة السويس. إطلاق اسم المشير طنطاوي على الدفعة 112 حربية. شهداء جدد لمصر في حربها لدحر الإرهاب. وإليكم تفاصيل النشرة. علاقتنا بالصين تتسم بالتوازن والاستقرار والاعتدال، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قائلا: لم تشهد العلاقات بين البلدين طوال 60 عاما الماضية منذ نشأتها أي أزمات، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الصيني أكدت استمرار توافق الرؤى ومواقف البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية. ولعل ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم فضلا عن مشروعات جديدة بين الجانبين خير دليل على عزم البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون لتكون نموذجا يحتذى به في مجال التعاون بين الدول. شاهدنا اليوم أيضا إصدار بيان مشترك حول وثيقة البرنامج التنفيذي للشراكة بين البلدين على مدار السنوات الخمس القادمة، والتي تتطرق إلى مختلف أوجه التعاون التي اتفقنا عليها، كما تعكس مستوى تطلعات الشعبين نحو المزيد من التنمية والاستقرار، وتهدف لتحقيق طموحات الأجيال القادمة في مستقبل يليق بهذين البلدين العريقين. وأود ختاماً أن أتوجه بالشكر والتقدير لضيف مصر العزيز فخامة الرئيس الصيني الذي اعتز شخصياً بصداقتي به، وأؤكد له أن مصر حكومة وشعبا ترحب دائما بفخامته كضيف عزيز وشريك حقيقي. هذا وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الهدف من الزيارة هو مواصلة التخطيط مع الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز المنطقة الأولى للتعاون الاقتصادي لقناة السويس بمشاركة 32 شركة وحجم استثمار 426 مليون دولار، والمرحلة الثانية ستكون بمشاركة 100 شركة واستثمار 2.5 مليار دولار. في سياق متصل شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الكهرباء والطاقة والطيران المدني والتعليم والتكنولوجيا، كما أزاح الرئيسان الستار عن المجسم التخطيطي لإطلاق المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. مصر لا تنسى أبنائها الأبطال، فقد أطلقت القوات المسلحة اسم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق على الدفعة 112 حربية، تقديرا لدوره في خدمة مصر والقوات المسلحة على مدار تاريخه العسكري الطويل والمشرف منذ التحاقه بالكلية الحربية وحتى خروجه من الخدمة. فيما أجلت محكمة النقد ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير لجلسة 7 أبريل المقبل، وذلك لتعذر حضور مبارك. على جانب آخر، توافد العشرات من أنصار الرئيس الأسبق أمام مستشفى المعادي العسكري تزامنا مع جلسة إعادة محاكمته. وتقدم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية جنازة عسكرية مهيبة لشهداء الواجب بسيناء الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب في العريش، وكان 8 من الأبطال قد استشهدوا بينهم 5 مجندين و3 ضباط بعد أن هاجمت العناصر الإرهابية قوى أمنية بميدان العتلاوي بالعريش. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار من القاهرة والناس، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.